جد معمول اشرح اصل الحلوى ورح نفهم على طول نستمتع بكلامك يا جد معمول يلا احكي وقول يا جد معمول يلا احكي وقول يا جد معمول احكي لنا علمنا يا جد معمول اشرح اصل الحلوى ورح نفهم على طول نستمتع بكلامك المعمول أصل حلوى المعمول. المعمول له تاريخ طويل وقديم بالوطن العربي ويعد أهم المظاهر الاجتماعية بالأعياد والمناسبات وله أوقات وأجواء كثير وأنا ما أشوف المعمول إلا وينشرح صدري. والحقيقة سمونا هلي الجد معمول ليه؟ لأني يوسع الصدر ويرجع عصر المعمول إلى عصر المصريين القديمين، فكانوا يصنعونه في وقت الأعياد ويوزعونه على الفقراء، ومن وقته كانوا يحبون الشمس. ليش؟ عشان كده ارسموا أشعة الشمس على المعمول. نعم، والحين تشوفون بعض المعمول تلقون فوق المعمول خيوط مثل الشمس، وتطور المعمول مع مرور السنوات حتى صار شكله بهالشكل الحالي، ويجي منه أصناف عديدة، معمول تمر ومكسرات وجوز هند، وفيه الجديد اللي يقولون لهم بستاشيو الفستق تعرفونه، انا والله اني احبه مره عاد. وزمان كانوا ما ياكلون المعمول الا بالبيت، الام الله يطول بعمره تجتمع بعياله وتخبز المعمول، نعم، وتوكله عياله. وما شاء الله الحين خلاص يعني نمر نشريه جاهز ويا الله من فضلك. وذي كانت قصة الجد معمول، لا لأني أحبه، قصة معمول وأصل الحلوى مع الجد معمول. ومع السلامة يا جد معمول يلا احكي وقول يا جد معمول يلا احكي وقول يا جد معمول.